مساء لكم، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة عليكم جميعا. وبوجه رسالتي لكابتن حمدي الصافي إن هو وحشني جدا، وإن شاء الله ربنا معاه السنة دي يوفقه. السنة صعبة بس هو أنا واثق إن هو قدها، وإن شاء الله ربنا يكتب له السنة دي كل خير وربنا يوفقه، وتبقى سنة سعيدة على النادي الأهلي في كل الألعاب إن شاء الله. شكرا. هتقول ايه ليوسف بقى؟ اقول له ربنا يوفقك يا ابني انت وكل زمايلك، وان شاء الله باذن الله لازم كل اللعيبه زي ما قلت في سن يوسف ياخدوا فرص، لان هم دول الذخيره بتاعتنا في المستقبل. لازم اللعيبه الصغيره المميزه ده، يوسف كان منتخب 17 ومنتخب 19 وحقق تاني بيست سكورر على العالم في البطوله بتاعت 17 سنه، فجات له الفرصه ديت. النادي الاهلي الحقيقه بشكره جدا انه سمح له ان هو يطلع سنتين احترافي ياخد فيهم خبرات. ولو النادي هل بيدرس بره؟ لا هو احتراف، احتراف احتراف هو في الاكاديميه البحريه في سنه رابعه واجلنا له السنه دي. فهو طبعا النادي الاهلي لو احتاجه في اي حاجه طبعا هو خبرات بياخدها، والنادي الاهلي موجود بيتنا يعني. بيكلمك وبتكلموه على طول؟ على طول في اتصالات، وبنتابع ماتشاته وبنتابع تدريباته وكل حاجه يعني. اظن كل فلوسه رايحه في التليفونات ها؟ لا ما في النظام بقى الجديد اللي هي طيب الفيسبوك والحاجات دي الجديده. طيب ربنا يخليه لك وتشوفه كده يا رب نجم عالمي زي النجوم اللي احنا بنشوفها على مستوى الدول الكبيره. في بعد كده في حمزه الصافي برضه لاعب النادي الاهلي تحت 17 سنه و19 ومتصعد مع الكابتن ميدو مسلحي في الدرجه الاولى، وبرضه فاز مع مصر مؤخرا ببطوله افريقيا تحت 19 سنه واخد اقوى ضارب في البطوله. ما شاء الله الحمد لله يعني للوز عوام يعني. خامه مبشره الحمد لله، وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. ونور نور بقى الصغيره ديت حبيبه قلبي الصغيره الدلوعه 14 سنه بتلعب في النادي الاهلي تحت 14 سنه، خامه برضو مبشره وبنت من بنات النادي الاهلي متربيه في النادي الاهلي زي اخواتها يعني. مدام رحاب زوجتك ما قدرتش تاثر اي حد فيهم يلعب سله ما يلعبش طايره؟ في سيطره في الكره الطايره. طيب هنسمع نور حمزه ونور هيقولوا ايه ونرجع نكمل بقيه كلامنا. ازيك يا بابا، منور قناه الاهلي، وان شاء الله تكسبوا كل البطولات في الموسم ده. احنا اتعلمنا في النادي الاهلي ان مفيش اي حاجه تقدر تقف قدامنا ومفيش اي حاجه مستحيله، وان شاء الله تكسبوا كل البطولات وبحبك قوي. منور يا بابا قناه الاهلي مع كابتن مصطفى عبده، احنا فخورين بيك جدا، كنت لعيب كبير ومدرب كبير وقد اي تحدي ممكن يقابلك، وان شاء الله بمجهودك الكبير ومجهود فرقتك وبتوفيق ربنا تكونوا اكبر من اي تحدي، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. ربنا معاك وان شاء الله تكسبوا كل البطولات السنه دي. ربنا يخليهم لك يا رب. يا رب.